Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yatik al-afi marra thaniya. Okay, let me see if you got questions before moving ala the different point. Yes, Adnan, go ahead. So, بس بالنسبة للانترفيسز اب وداون اتوقع اتذكر مقالات عن مو بس لينكس اغلب الانظمة حتى في بي اس دي نفس الشيء انه اي بروتوكولز ليجاسي او قديمه ما فيها سكيورتي ما يعطيها بريفليج ابدا على الست رايت ابدا صارت ريلي بس مش بس على الانترفيسز مش على اي شيء ثاني بيكوز وي وير سكسسفول اكسبيرمنتنج على نعرف انها تكون الكريتيكال بوينت في السيستم ما يعطيها بريفليج عليها ابدا اوكي جود هذول مش كريتيكال فايت واز فاين يا ثانك يو حتى النت اف تي بي صار عليها كثير بوليسيز بحيث انه استعمل جديد اريح لك صارت Good. Thank you, Adnan. Yes. Thank you, Adnan, for this point. Yes. Guys. See, I love the students. Again. So, see, I just learned something from Adnan. Okay. I learned something from Adnan. Okay. Yes. Good. Okay. Other questions. Thank you, Adnan. Once more. Good. Let's move on. Okay. خلينا نحكي عن response operation or response message. Actually, it's not an operation. It's a message. Okay. It is sent in response للget request, للget next request. شفناهم. الget bulk request, set request. شفناهم. Again, wire shark. Okay. We'll inform request. We'll talk about it later on. Okay. تمام. Okay. Hella, fee two fields bil response message. Il huma error status will error index. Hella, this is the manager. This is the agent. The manager sends some request. We got another shuhua request. Lel agent. El agent bi'mal processing lel request. Uborod ala al manager. Response. هلا لما عمل هون processing the request وشاف إنه ما فيش مشكلة على the request وإنه it is going to fulfill the request completely وما فيش أي مشكلة برد the response message والverbize حكينا هون بكون one to one mapping ما عاد بحالة the get bulk request plus بعمل clearing. مشان الريسبونس فيها two fields اللي هم الايرور ستاتس والايرور اندكس بحطهم فيهم zero to indicate انه everything worked perfectly fine ما كانش ولا في كان عندي اي مشكله الايجنت بحكي للمانجر this is how it communicates انه الايجنت للمانجر انه ما صارش عندي اي مشكله ف No error occurred بالنسبة للريكوست اللي راح من المانجر للإيجنت والإيجنت كان فلفل الريكوست كاملا بالريسبونس بيكون الايرور ستاتس والايرور اندكس are both set to zero. هلا إذا صار ايرور على الإيجنت سايد while it's processing الريكوست تاع المانجر لما يرد عليه بالريسبونس مسج ما بحط بالفيلد تاع الايرور ستاتس زيرو بحط فيه الايرور كود لانه في عندي different kind of errors this is error type 1 error 2 error 3 whatever كل واحد له كود خاص فيه وراح ندرس هذول الايرور الكودز اوف ايرور اور الايرور كودز اوكي إنه كل error إله كود خاص فيه مشاني to inform the manager what kind of error اللي صار تمام هلأ فال error status شو بحط فيه بحط فيه الكود تاع الايرور الايرور index شو بحط فيه بحط فيه الindex of the var bind اللي عمل المشكلة ما أنا agent إجاني request من المانجر بلشت اللي هو شو يعني request بدي يكون request على var binds أو IDs بدي أعمل عليهم يا set يا get
بلشت اعمل بروسيسنج الفار بايند الاول فاين، الفار بايند الثاني فاين، الفار بايند الثالث عمل مشكله وات ايفر المشكله هذيك، رح نحكي عن المشاكل هذول، عمل مشكله. الان بدي ارد على المانجر، بدي ابعث له ريسبونس. اول شيء بحط بالايرور ستاتس الكود الايرور اللي انا اي اكسبيرينسد، وباجي بحكي كمان للايش للمانجر اي فار بايند اي او اي دي اللي عمل المشكله الاندكس. تمام، هذا سؤال عدنان سابقا. هيك عدنان كان سؤالك صح؟ هلا نعم هون الفكره كيف؟ يس كنت اوضحك بس هلا الفكره. طيب اذا اكثر من فار بايند عمل مشكله، الايرور اندكس هذا جست انتجر فيه مكان ل او اي دي واحد، اي او اي دي اللي بد اي او اي دي اللي الاندكس تاعه بده ينبعث، اول فار هم الفار بايند لما اجوا لما انتقلوا من المانجر، لما المانجر بعثهم للايجنت حطهم بالباكيت اوردر، الايجنت ببلش فيهم واحد واحد. الايرور اللي عمل الايرور، اول واحد عمل الايرور هو اللي بحط الاندكس تاعه، اصلا ما بكملش. يعني هلا الايجنت اجا الريكوست وفي او اي ديز ببلش فيهم بنفس الترتيب يعمل عليهم بروسيسنج، لما يصير عنده ايرور على السريع ما بكملش على الباقيات، برد على المانجر انه صار عندي الايرور such and such، وبيجي بحكي له شو الاو اي دي اللي عمل الايرور. الفار we start counting from one not from zero زي الاريز بالبروجرامينج لانجويجز. اوكي، سو الفار بايند الاول رقم واحد، الفار بايند السكند فار بايند رقم اثنين، وهكذا. هلا انا مانجر اجتني الريسبونس مسج، الريسبونس مسج اكيد بده يكون فيها فار بايند واحد او اكثر. اول شيء باجي بطل على الايرور ستاتس، اذا انه الايرور ستاتس زيرو معناته ايش؟ الريكوست اللي بعثته سابقا ما صارش عليه اي ايرور، والفار بايندز اللي اجوني لهم معنى، خصوصا اذا بالجت لانه اي ام غانا يوز الفاليوز تاعهم. بالست ما لهم مش معنى، ليش؟ لانه اصلا انا حكيت للايجنت خذ هذول الفاليوز، انا ما بعرف شو الفاليوز، وكوني حكى لي ما فيش ما صارش عنده اي ايرور بتاكد انه الفاليوز اخذهم از از. هلا هاي اذا الايرور ستاتس كان زيرو، اذا الايرور ستاتس شيء غير زيرو نون زيرو، الفار بايندز اللي اجوني بالريسبونس مسج اي اجنور ذم، اي ثرو ذم اواي، ما لهم مش معنى، ما لهم مش معنى. ذا فاليوز اوف ذا فار بايندز المانجر لازم يعملهم اجنورينج. يعني افرض انه انا بعثت جيت ريكوست للايجنت، انا مانجر بعثت جيت ريكوست لايجنت فيه 100 فار بايند، بدي اقرا الفاليوز تاعهم، رد علي الايجنت بالريسبونس وحكى لي انه الايرور ستاتس مش زيرو. طبعا بدهم يكون هون ال 100 فار بايند اللي هون لازم يعملهم بكوينج باك. Again, it's one to one mapping. اللي حكينا عنها سابقا. لما يجوني هون باجي على الفار لما اجي اشوف ان الايرور ستاتس شيء غير زيرو بعمل اجنور لهذول ولا باخذ اي فاليو فيهم. تمام؟ حتى لما يجي واحد يحكي دكتور بس مش منطقي هلا انه ليش ما اخذ الفار بايندز اللي الاندكس تاعهم اقل من الفاليو اللي بالايرور اندكس، ومع ذلك البروتوكول بحكي they should be ignored. هيك البروتوكول بحكي. واضحات هذول ال 6 بوينتس اللي هي واضحين. في اي كويستشن بيفور ويل كفر ناو نيكست اللي هم الايرور ستاتس اور الايرور كودز. Next, inshallah. But let me see if you got any questions in here. You have any question? Any question? Excellent. Good. Okay. بس انتو تسأل ثمانية اللي حاضرين ما يبعرفش ليش. Guys, هلأ المهندسة حطت لكم على الإي-learning أول point. حطت لكم على الإي-learning علامات الأسايمنت الأولى. وحطيت لكم نوت انه معكم اسبوع اللي بده
يستفسر ليش علامته هيك، وين راحوا عليه العلامات، مع انه حكيت للمهندس تحط لكم ليش راح عليك علامات. دون ديسبيوت الجريدنج بوليسي، ما تحكي دكتور ليش خاصمين هيك، انا هيك احنا هيك البوليسي اللي حاطينها. اوكي هلا انت بتقدر تسال ليش رايح عليك علامات اذا مش عارف على ايش رايحين، اذا عارف على ايش رايحين ما تسالش ليش هالقد، ما تحكيش دكتور كثير 10 علامات او 20 علامه. نو دون ديسبيوت ذس. اوكي معكم 1 ويك، بعد ال 1 ويك هلا المهندس مش مجبور انها ايش تو انسر يور كويستشن، دائما هيك بس تحط علامات اي اساينمنت معكم اونلي 1 ويك. اوكي Good. هلا جايز الاسايمنت الثانيه شغالين عليها، مش راح اعمل اي ويل نوت بوش الديدلاين فيرذر دكتور، بس yes. لو باخر محاضره بس تعطينا مجال شوي كم سؤال. Good. Yes, sure. Any question regarding these points in here? Any question? Good. Let's talk about the error codes اللي بكونوا بالريسبونس. طبعا هذول بس بكونوا بالريسبونس مسج. اوكي تمام جود. حكينا اذا الريسبونس مسج كان فيها اللي هو الايرور ستاتس فيلد عباره عن انتجر 4 بايتس، اذا بكون زيرو معناته there was no properly performing the request at the agent site. تمام اذا كان واحد بيكون الريسبونس واز بيج تو فيت انتو وان ريسبونس. هلا انا ايجنت اجاني ريكويست من المانجر، اجيت بلشت بالاو اي ديز. اوكي بالاو اي ديز اعمل عليهم سيت اور جيت، قاعد بجيب المعلومات تاعتهم، خلصتهم هلا بدي ابعثهم للمانجر. اجيت عملت الباكت ولا هو حجم الباكت كبير جدا، يعني الاو اي ديز مع الفاليوز تاعهم طلع كبير اكبر من حجم الباكت اللي بقدر انا ابعثه. طبعا كل هوست له سم ايش كونسترينت على ماكسيمم حجم الباكت اللي بقدر يبعثه، خصوصا باليو دي بي. اوكي اذا كانت كبير الداتا اكبر من حجم الباكت اللي بقدر ابعثه للمانجر، ما بقسمها على اكثر من باكيت. نو برد على المانجر باجي بحكي له it is too big, the response was too big to fit into a single response packet. هلا لما توصل المانجر، المانجر مسؤوليته انه يصير شو ياخذ هذا الريكوست ويصير يصغر فيه، break it down into smaller chunks, into smaller requests. تمام good. تمام good. هلا 1 2 3 هذول مش راح احكي عنهم. باي ذا واي هلا الايرور ستاتس من 0 ل 5، من 0 ل 5 هذول اللي كانوا فقط بالاس ان ام بي فيرجن 1، هذول كانوا بس بالاس ان ام بي فيرجن 1 بس لحد هون. لما اجى الاس ان ام بي فيرجن 2 ايش ات ديفاينز هذول لتحت، فمن هون وتحت عبارة عن just specific للاس ان ام بي فيرجن 2، اكيد ايش فيرجن 3، هذول defined للفيرجن 2 وفيرجن 3 من هون وتحت طبعا، واخذ بعين الاعتبار ففيرجن 2 وفيرجن 3 بيستخدم هاي بيستخدم هاي بيستخدم هاي، هذول ما بيستخدمهم مش، فهذول obsolete فيرجن 2 وفيرجن 3، عشان هيك بديش احكي عنهم. تمام هذول obsolete version 2 version 3 مش راح احكي عنهم. نيجي على general error اللي هو الايرور الكود تاعه 5. This is used when none of the error codes are appropriate. يعني اجي انا agent بعمل processing للريكوست صار عندي error، باجي بعمل scanning للايرورز الكود اللي هون طبعا وعلى السلايد اللي بعده، ما لقيتش ولا واحد ايش فت بعمل فت للايش للايرور اللي صار عندي، صار انا عندي ايرور فاجيت على هذول الكودز والمعاني تاعتهم ما لقيتش واحد مناسب، شو بروح برد على الايجنت، سوري برد انا الايجنت برد على المانجر بجنرال ايرور، وهذا أسوأ ايرور ممكن يستقبله المانجر. ليش جايز هذا أسوأ ايرور ممكن يستقبله المانجر؟ ليش
ليش؟ حدد شيء شيء. اكسلنت، اتس جنرال، ما بحدد، ما بعطيني معلومه ولا بفيدني بايش بحكي لي، في ايرور، دبر حالك. وكثير انتو جايز تتعاملوا مع اوبريتنج سيستم، بتعملوا مع ديفايس سمارت فونز، مرات بيجي بحكي لك ايرور. طب شو اللي بترد بتكرر العمليه؟ ايرور. هاي أسوأ شيء، يا ريت يجي يحكي لك يو كانت اكسس ذس، الباسورد غلط، اليوزر نيم غلط. اما يحكي لك ايرور يو ار اكسس ويب سايت، يجي يحكي لك ايرور. ذس از ذا موست فرستريتنج. ايش واجين لازم هذا يكون اللاست، ايش اللاست ريزورت، اللاست تشويس للايجنت، مش اي ايرور يروح يحط فيه خمسه. اوكي مشان يريح حاله. اجين هي بصير حسب الامبلمنتيشن تاع الايجنت. ممكن واحد عامل امبلمنتيشن فيري سمبل وهيز ليزي، دائما برد بشيء زي هيك، هي ما في مشكله، هو عامل كونفورمينج للبروتوكول، هو مش طالع على البروتوكول بالمره، هو عامل صح يعني عامل امبلمنتيشن للبروتوكول ابايدنج باي وكونفورمينج للبروتوكول. بات اجين ايش مش 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 ذس از مش الشيء ايش البروفيشنال لازم يعمل. اوكي اذا عندي نو اكسس بكون ايش يو ار اكسسنج ا فيريبل اللي له الماكسيمم اكسس نوت اكسسبل. حكينا انه في عندنا ريد ال 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 سم فيريبل اور اللي هم النودز بالميب تري، بكون شيء عندك ريد ريد رايت ريد كرييت وفي نوت اكسسبل. ف اف يو ار اكسس شيء نوت اكسسبل فهذا الايرور اللي برجع له. في عندنا الرانك تايب. اوكي الرانك تايب هاي بالست اوبريشن بس تزبط، هاي بالست اوبريشن تزبط. اوكي تمام. هاي incompatible value. شو يعني incompatible value؟ زي ما اجي هون yes اجي هون اعطي integer مكان هاي، او اروح هون واعطي string او هاي اعطيها octet string. هاي مش كومباتبل. ليش؟ لأنه التايب عبارة عن انتجر، أنت معطيه different type incompatible value اللي هو التايب والفاليو are incompatible لهذاك الفاريبل اللي هي تيجي من syntax، مش syntax اللي هو اللي بيحدد لي شو التايب. الرنج لينث هاي بس بتزبط برضو بالست اوبريشن. اوكي اللي هي الفاليو اكسيدز الماكسيمم لينث، هاي بالعاده بالاوكتت سترينج. مش شفنا مرات بعمل سب تايمينج على الاوكتت سترينج، ممكن يكون اللينث 255 او 10 او 5 كاركترز ماكسيمم. اذا انا اعطيت هو ماكسيمم 5 كاركترز، انا اعطيت 10 كاركترز او 20 كاركتر، هاي بكون لونج رنج لينث. طبعا هاي ما بتزبط الا بالسترينج، ما بتزبط على انتجر. الرنج انكودينج انه بكون اجين هاي بس بتزبط بالست اوبريشن، واللي هو بكون الرنج انكودينج للفيريبل هذاك. شو يعني الرنج انكودينج؟ احنا بعدين رح نيجي نغطي الانكودينج تاع الباكيتس. اوكي هاي مش رح نفهمها الا لما نغطي الانكودينج. I'm not gonna explain it now. اوكي تمام. في عندي الرنج فاليو، هي بتختلف عن الرنج تايب. اوكي الرنج انكودينج الرنج فاليو اللي هو الكود تاعها 10، بكون 10 موجود بالفيلد. اجين هاي مثلا انتجر، في عندك قبل شوي حكيت لكم في اكزامبل مثلا الادمن ستاتس عباره عن انيوميريشن، مستقبل القيم 1 و2 و3، تيجي تعطيه قيمه 5، هاي الرنج فاليو. التايب صح ات از انتجر، وهو انتجر بس هو معرف سب تايب از انيوميريتد. اوكي ف والانيوميريشن مثلا من 1 ل 5، تيجي تعطيه فاليو 17، هاي رونج فاليو. هلا ام نوت جونا كفر ايفريثينج. طبعا اللاست كود اللي هو 18، هاي يو جو على الار اف سي، هاي يو جو على الار اف سي، يو جو على الار اف سي، يو جو على الار اف سي، يو جو على الار اف سي. اوكي تمام. هاي خاصه بالاس ان ام بي فيرجن 3، لانه هو اللي هو الاس ان بي فيرجن 3 اللي فيه الاوثرايزيشن. في احنا ما فيش عندنا هون authorization. اوكي not writable، هاي مهمه انه ال variable is not writable. باجي على مثلا على هاي باجي بحكي له خد اعمل لي القيمه تاعتها اكس واي زد كسترينج، التايب صح، التايب صح. اوكي
والفاليو عادي less than مثلا 255 but this is read only again this is not writable this is not writable ف ايش راح يرد علي a variable will not accept the set operation inconsistent name وفي عندي هون inconsistent value whatever how you go مش راح احكي عن كل هذول منكم على RFC هلا guys هون لما انا experimented this على لينوكس اللي عدنان شرح لنا ليش ايش كان يرجع general error ما برجع not writable لانها هي it is writable بس هو عمل ايش بعث هاي المشكله انه بعث general error ايش بعث general error و you try it guys you just go and try هذا الاشي الادمن status راح يرجع لك الجنرال تمام قلت هلا هون في شغلات كثير ما شرحتهاش اذا بتروح على الار اف سي هذا هو الار اف سي اللي هو 3416 هيو هذا هو الار اف سي للاس ام ام بي تمام قلت مثلا اجين هون بتدور على الايرورز بكون الايرورز عندك اوكي مثلا اكثر الايرورز بصيروا بالست ريكوست اكثر الايرورز فبتيجي هون هاي الست ريكوست اللي شرحناها طلع هون في عندنا هذول هاي الست ريكوست هاي كله شرحناه تقريبا هون هذول هون الايرورز اللي بصير اوكي الايرورز اللي بصير اوكي نو اكسس بيجي بحكي لك if something happens like this بحط نو اكسس الايرور اللي هو نو اكسس ستة تمام بعدين هون الـ not writable حكينا عنها wrong type كله هذول wrong length هذول شرحتهم اوكي wrong encoding ما شرحتهاش لانه معنا ما حكيناش wrong value شرحناها no creation again هذا table تحكي له add a new row وهو مش read create شفنا سابقا انتوا اصلا اشتغلتوا بالعمر الاولى في شيء ريد كرييت اوكي اذا ما كانش ريد كرييت بتيجي تحكي له اد نيو رو فهي بيرد عليك نور نور نو كرييشن اوكي انكونسيستنت نيم بيجي بشرح لك لايش هاي النت رايتبل مره ثانيه هاي الارز اللي بصير انكونسيستنت فاليو ريسورس ان افيلابل هذول اللي حكيت لكم موجودين كلهم هون but I'm not gonna go over them أشرح كل واحد فيهم general error هون هاي general error اللي آخر إشي بيجي بحكي لك if the processing fails for a reason other than الأشياء اللي listed before okay then the value of the response general error the value okay تمام وهون بيجي بحكي لك الindex للvariable اللي عمل المشكلة otherwise the validation succeed معناته إذا ما صارش الإرور صدول بصير succeed وبيجي بيكمل تمام اللي هو بصير هون نو ايرور بحط بالريسبونس مسج اوكي والايرور اندكس ايش الزيرو حكينا عن هذول كلياتهم اوكي يعني هذول كلهم حكيناهم اوكي تمام هون طبعا اللي طبعا راح نغطيها ان شاء الله هاي الاندو فيلد برضه موجوده هون اندو فيلد اوكي تمام قد موجودين مش الهدف انه هون نعمل هذول الهدف انه وي اكسبيرمنت with them. إيش نعملهم experimentation. هون I am gonna experiment with this. هلا الهومورك الجاية راح أطلب منكم تعملوا لي إيش generate لل other errors. مش كلهم. راح أنا أختار subset وأجي أحكي لكم اعمل لي سيناريو بحيث إنه يعمل لي هذا ال error هذا ال error. أنا هون بس هذا اللي راح أعمله لهاي اللي هي not writable. This is a local host. This is the private, again, community string. Set multiple, okay. System contact. هاي ما فيش عليها مشكلة. هاي المفروض ما تكونش في عليها مشكلة. System contact, أصلا عملت اليوم أنا. System contact, عملت اليوم. System description, هاي خليها على جنب. System location, هاي المفروض ما عليهاش مشكلة برضو لأني عملتها أنا اليوم. System location. بتروح هون اجيت حطيت اوكي جايز طلعوا السيستم ديسكريبشن زيرو السيستم ديسكريبشن اذا بروح هون السيستم ديسكريبشن ات از سترينج
فأنا هون عادي معطي string هذا system description هي octet string معطي string بس المشكلة بال system description إنه read only تمام على السريع مجرد ما أعمل هذا الإشي طلعه إيش هذا الأوتبوت اللي طلع هون عندي شو الأوتبوت هذا guys اللي طلع عندي هذول lines شو هذول guys شو هذول lines شو هذول بسميهم بالبايثون exception yes this kind of exception صار عندي error هي exception فهون I am not writing professional code. I am not writing professional code. If لو بدي أكتب professional code وها يكون within جوا script وفي تحت هاي lines. شو لازم أعمل لهاي statement. شو لازم أعمل لها guys. لازم هاي قارئته. لازم أنت professional Python. Yes. إيش أحمد. Try. Yes. بتحطهم بتراي كاتش تراي كاتش بلوك وفي عندك هون الديفرنت مشان ما السكريبت ما تعملش اكزيت لانه في اشياء تحتيها بده يكون بأثر ممكن هون تيجي تبعث تطلع مسج لليوزر اور وات ايفر اوكي وات ايفر يو دو اور يروح على الستبس اللي بعديها اوكي فأجين هون I am not writing professional عن قصد أنا عامل إشي زي كذا لأنه هون مش script عندي بس script لازم تحطه بtry catch try catch block okay you deal with that exception طبعا هون exception بيحكي لي not writer بس ما عرفتش أنه من هذول والobject that object ما عرفتش أنه object that object doesn't support modification هلا هون مثلا إذا حطيت بtry catch بصير أشوف إنه أنو واحد اللي عمل لي المشكلة بس خلينا نشوف شو بصير على الباكت ليفل This is set request في عند الفار باينز 1 و2 و3 okay. هاي عملت سابقا هاي النيو ثينج okay. تمام good هاي الريسبونس على السريع طلع الريسبونس الايرور ستاتس مش زيرو انيمور زي سابقا كان الايرور ستاتس نو ايرور زيرو وهاي اذا هاي زيرو هاي لازم تكون زيرو تمام جود اذا هاي مش زيرو هاي مستحيل تكون زيرو لان ببلش العد من 1 اوكي تمام فنت رايتبل رد علي نت رايتبل اللي هو الايرور كود رقم 17 قبل الاخير وحكى لي الفار بايند اللي عمل المشكله اللي هو ها بعرف لانه هذا 1 this is 2 this is 3 بعرف انه هذا اللي عمل لي المشكله تمام وهذا برضه هاي اكزامبل على سؤال عدنان اللي ساله بالسيشن الاولى تمام زي ما انا عملت هون جايز هلا انتم مطلوب منكم اوكي انا راح اجي اطلب منكم بس on your own انك يو اكسبيرمنت ما عدا طبعا هذول الثلاث وما عدا هذول اللي اي سكيبت اوفر اوكي تعملهم just generate okay generate just you learn on this تمام good questions طبعا كيف بدك تعملهم ما بتروح على الشرحات تاعي أفضل إشي تروح هون بيحكي لك كون السيناريو بالضبط شو تعمل بيجي بيحكي لك فبتروح بتعمل إشي زي إشي targets test تروح هون رون بذلك بتعمل إشي زي الإشي حكي لي هون مشان يطلع لك الإرور تمام questions okay good we got the 6 minutes I'm not gonna get let you go كوز عطلنا الأسبوع هذا محاضرة كاملة. Let's move on ونروح على البارت الثالث. شايفين الشابتر الثالث guys ما أطوله. نروح على البارت الثالث من chapter 3. Okay. اللي هم أول إشي رح نحكي عن traps. Okay. So far هاي عند المانجر هاي الأجنت. المانجر ببعث للأجنت request ورد عليه
request برد عليه response. بالترابس again to get ليش ببعث request to response to get information or to write some information. هلا بالترابس الترابس are sent from the agent to the manager without solicitation. شو يعني without solicitation without any request sent by the agent to the manager when something exceptions again. الترابس يعتبروا كيف هلا بالبايثون في عندنا الاكسبشن ويو هاف يو هاف تو هاندل الاكسبشن. بالاس ان ام بي في عندي الترابس اللي هم سم اكسبشن صار عندي اكسبشن على الايجنت مش صار عليه ريكوست فور سم سم ايفنت اوكي سم اكسبشن اوكي سم سيتويشن اوكيرد والايجنت بده يخبر المانجر بهذا حاس انه اشي مهم. طبعا هاي بالكونفيجريشن تاع الايجنت هذا يعتبر اشي مهم ولازم يخبر المانجر عنه ما بيضل يستنى تاع المانجر يساله نو بيبعث رايت اوي عشان هيك without solicitation يعني without a request sent by the agent when exceptional situation occurs it is this is not acknowledged by the manager. المانجر ما برد عليه response message or whatever just this is one way على عكس الريكوست والريسبونسز they are acknowledged مش على UDP UDP ما فيش acknowledgement guys وانما acknowledged على application layer الترابس ما فيهم مش acknowledgement. The destination where the trap is sent implementation طبعا هون الايجنت بده يبعث للمانجر لازم يعرف عنه الاي بي ادرس والبورت نمبر تاعه طبعا هذول لازم يكونوا بارت بالكونفيجريشن وراح نيجي نعمل هذا الشيء بالايجنت اجي احكي له اذا صار عندك this situation or this situation or this situation this event or this event or this event ابعث trap to this IP address to this port number اوكي طبعا هذه الكونفيجريشن عباره عن implementation dependent يعني implementation dependent بيعتمد على الديفايس على الفيندر يعني باللينكس هون بنعمل edit لفايل Cisco devices على command CLI على command line وCisco commands وCisco devices نقدر تخليهم يبعثوا traps ما في مشكلة فهي بيعتمد على الفيندر هل هو بتعمل edit لفايل على بتعطي command هلا هاي التراب اللي بتتبعث من الايجنت للمانجر عبارة عن trap message وأكيد بده يكون فيها var binds عشان شو عشان الايجنت يحكي للمانجر شو هو الايف شو هو السيتويشن اور الايفنت اللي صار لانه ممكن يكون عندي هون اكثر من ايش من ايفنت من سيتويشن كيف بده يميز الان لما يبعث يعني ما بحكي الايجنت للمانجر صار عندي شيء لازم بحكي له شو اللي صار فكيف بيعمل عن طريق الفار باينز فاول اجين هذول بده يكون ليست اوف فار باينز بالمسج هاي اوكي هلا اول تو var binds محجوزات ال var bind الاول للسيستم اب تايم شو يعني السيستم اب تايم اللي هو عدد السكندز اخر مره الايجنت صار له ريستارت مش ما بنقصدش الريستارت اللي هو الريستارت للهاردوير ممكن يكون شيء زي كبت الريستارت للايجنت اللي هو ايش البروسيس مو البروسيس شفنا كيف بنعمل لها ايش متذكرين system CTL restart or stop or stop or start متى آخر مرة الايجنت كبروسيس إيش عدد السكندز متى إيش يعني هون بكون عدد السكندز مت اللي هو متى من متى أوكي عدد السكندز آخر مرة الايجنت البروسيس عمل إيش up أوكي عمل up or restart اوكي هاي محجوز الفار بايند الثاني اللي هو الاس ان ام بي تراب او اي دي هلا انتوا اخذتوا بالاوبريتنج سيستم انه في عندي بالاوبريتنج سيستم ترابس كل تراب له اي دي خاص فيه مشان اميز بين ديفرنت ترابس هلا هون نفس الشيء بدي اميز بين الديفرنت ترابس هل صار عند الايفنتات ولا الايفنتات ولا الايفنتات لازم كل واحد له يكون له اي دي خاص فيه وبما ان احنا بالاس ان ام بي الاي ديز مش IDs general IDs عبارة عن integer IDs بوخذوا الشكل OID فكل event
له او اي دي خاص فيه يميزه عن ايش ايفنت ثاني بيكون له او اي دي ثاني. اوكي فاول اثنين ايش هذول محجوزات اوكي بالفار باينز. هلا هون لازم يكون عندي فار باينز ثانيين. اوكي هذول الفار باينز الثانيين بيعتمدوا على ايش؟ بيعتمدوا على هذاك الايفنت اللي صار، ممكن يكونوا موجودين ممكن ما يكونوا مش موجودين، رح ناخذ اكزامبل عليهم. اوكي ممكن يكونوا موجودين ممكن ما يكونوا مش موجودين، رح ناخذ ان شاء الله اكزامبلز عليهم، بيعطوني اكسترا انفورميشن، مش شو اللي بس شو اللي صار. اوكي شو اللي صار واكسترا انفورميشن عليه. اوكي تمام. اوكي هاي هي البوينت اللي هون. The var binds, additional var binds are included per the options of the generating entity. وحسب بيعتمدوا على الoption للagent وبيعتمدوا على إيش على إيش that kind specific actual literal اللي صار. I'll stop in here. Okay, okay. إن شاء الله بشوفكم إن شاء الله بلتقي فيكم بالأسبوع الجاي. اوكي ونكمل من هون. اوكي نكمل بالنسبه للسايمنت. يس عدنان يس دكتور. اول اللي هو تبع اول مطلب نطلب نحط التايم والديت، هو مكتوب انه يجي مكتوب انه يجي اوكتت سترينج من نوع ديت اند تايم اوبجكت ايدنتيفايد يعني. ف لما يجي المفروض على الدوكيومنتيشن انه جاي بس اللي هي جايه انها نتورك بايت اوردر جربت نعكستها والان ما يطلع عندي نقول هيومن ريدبل. اوكي جايز الى ان يطلع عندي راندوم. جايز عندنا شو لازم تعمل بغض النظر شو مكتوب، مش بحاجه حتى انك تقرا، كويس انك تقرا شوي بس لازم شو تعمل. كيف انا عملت متذكرين الماك ادرس زي فكره الماك ادرس تمام؟ exactly. سويتها دكتور سويتها اعملها بالطريقه اللي بدك اياها يعني. فانكشن yes. وما ادري هل يعني في شيء غلط ولا هل انا بدي يطلع لي المعلومات كيف تعملها. It's up to you. انا يعني هي ديفولت يطلع زي هيك عادي. يب ما عندي شيء غلط. يا اعمل هذا واي اللي اسهل شيء عليك اور الطريقه اللي انت بتحبها تمام. نعم دكتور. يس دكتور من ناحية الفضول بس قلت أول محاضرة عن إنه في ممكن نكون SMB manager على الشل CLI يكون تستعمل SMB manager تكون أو في binary أو comment. ما فهمت عليك والله. بأول محاضرة قلت بدل Python API في الشل CLI نستعمل. يا 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 اسمه أصلا هاي. أوكي خلينا هلأ هلا شو هو او يا 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 اللي هم الكوماندز اللي هم مش انتم نزلتوا النت اس ان ام بي؟ نعم قلت لكم مره هذول لهم كوماندز جيت اس ان ام بي جيت واس ان ام بي سيت اللي انا اصلا هون حكينا عن واحد منهم بس اللي هي الاس ان ام بي ووك. نعم اس ان ام بي ووك يا 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 هاي اس ان ام بي ووك هاي واحد منهم. في اس ان ام بي جيت واس ان ام بي ست وإشي زي هيك هذول على الكوماند لاين. أوكي. في حاجة أفتح سيشن جديدة إذا في حاجة إذا في ضرورة أفتح سيشن جديدة راح أفتح سيشن جديدة. لتمينو لأنه أضل معنا هلا we'll get disconnected anytime. غير هيك يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا. الله يعافيك. يا.